كنت بغيت نشارك معكم هذه اللعيبه هذه. كيف ما كتشوفوا هذا لومبرياج الاس اش 300 اللاكس ديالو، بغيت نقول زعما البولون اللي كيزير لومبرياج كاع تكال، يعني طفاره امبوسيبل تحيدو. الا بغيتي تحيدو خصك ضروري تسودي شي لعيبه شي حديده تسوديها مزيان تعمر عليها عاد باش تحيدو. وهذا راه تيدير 150 درهم، اي 150 درهم اللي تيدير قديم مزيان، يعني ما فاريش من هنا. دونك الخوت انا غنسهل عليكم واحد اللعيبه، غادي يقدر يتقام عليكم غير بواحد 20 درهم 30 درهم، وغادي تخليو نفس اللاكس ديالكم. اشنو غادي ديروا؟ ادبروا على كرو بحال هذا، هذا الكرو هذا اللاكس ديالو 16 لداخل 16، غادي تشدوه غتخشيو بحال هكا في هذه، راه تخشى نيشان حيت هذا ديال 14 هذا ومع طفاره ولا تقريبا داير ولا ديال 16. دونك اش غادي نديروا؟ نشدو هذا غنلصقوه هنا وغنعمروا عليه بسودور مزيان هنا من برا والداخل. المهم انا غنخليكم على الاكسبيريونس تشوفوا كيفاش دايره، وغيولي عندكم بولون ناضي ودغيا يتحل. وهذا الكرو هذا راه ما غاديش يتفارى دغيا حتى كبير، اما هذا الصغير بعاني دايرينو بحال هكا باش كل خطره تمشي تشونجي، يعني بياس دغو شونج باش يربحوا معاك. هادشي اللي كاين. وحده اختها مع هاد اللعيبه هادي حتى هي راه كتفارى، هاد الكرو حتى هو كيتفارى واللاكس ديالو يعني حداو معاه مزيان الخوت. المهم غنديروا هاد اللعيبه هادي وغادي نسودي بلارغو. وهاد الكرو هذا راه تيدير خديته بدرهم، تقدر تلقاه بجوج دراهم ثلاثة دراهم ماشي مشكل، حتى خمسة دراهم ما كاينش مشكل، على حساب كل واحد شحال كيبيعو. صافي الخوت يلا نخليكم دابا مع البارتي ديال السودور. هانتوما الخوت دابا كما قلت لكم راه سوديت بلارغو، هو داكشي باقي احمر، عمرت مزيان شارجيت، دابا نخليها حتى تبرد شويه نحلوا البولون ونعاودوا نفينيو من برا، يعني الداخل ديالو اللي كيبان لكم دابا. اول اركو ومعنا السي عبد الكبير الحريفي ديالنا نضق